هذا اليوم الطبي يعني بتعاون مع اخواننا في تنظيم فتح منطقة طول كرم، قضاء طول كرم وجمعية النابل الخيرية، وياتي ضمن عشرات بل مئات الايام الطبية اللي بتكون فيها منظمة اطباء لحقوق الانسان منذ ان تأسست قبل نحو 34 عام، داعمة لصمود اهلنا وابناء شعبنا في نضالهم العادل للحرية للاستقلال لانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. منظمة أطباء يعني كما تعلمون تنشط في كل القرى والبلدات الفلسطينية، ويأتي من أجل تعزيز صمود المواطنين خاصة في ظل جائحة كورونا وتقييدات بالتنقل والحركة. هناك أيضا نقص شديد في بعض أصناف الأدوية غير متوفرة، والمواطن أو المريض لا يستطيع الوصول إليها أو شرائها. فأنا أتينا اليوم رغم المعلومات يعني رغم الحصار في إسرائيل منذ أمس الجمعة وحتى ثلاث أسابيع إلى الأمام، إسرائيل تحت إغلاق كامل وتمنع حرية الحركة والتنقل، لكن نحن كطاقم طبي استطعنا اليوم الحمد لله من القدس، من حيفا، من كفر قاسم، من الطيبة، من أماكن عديدة، رغم الحواجز وانتشار الشرطة بعشرات الحواجز داخل الخط الأخضر، إلا أنه استطعنا من الوصول إلى أهلنا وأبناء شعبنا في دنابي قضاء طول كرم، ونقدم الخدمات الطبية لعدد كبير من المرضى وعدد كبير من التخصصات متوفرة، ويصرف الدواء مجاني للجميع. وإذا كانت يعني حالات بحاجة للاستشارة سوف نقدم أيضا الاستشارة للمرضى داخل الخط الأخضر. استقبلنا اليوم بالتنسيق مع حركة فتح باسم جمعية ذناب الخيرية للثقافة أطباء لحقوق الإنسان الأخ صلاح الحج يحيى، ضمن الشراكة المجتمعية من منطلق واجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي لتقديم الخدمات الصحية في ظل الظرف الاقتصادي والسياسي الصعب اللي بنعيشه في هذه المحافظة وفي المحافظات الثانية. فاستقبلنا 7 عيادات طبية اليوم متخصصة في مجال العظام والعيون والطب العام والأمراض المزمنة، طبعا لتقديم الخدمات لجمهورنا في ضاحية ذنابي وفي محافظة طول كرم بشكل عام.